أيضا مشاهدين، مع اقتراب نهاية عام 2023 تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع سؤال في منصة إكس. كان هذا السؤال: ما هو الحدث الأبرز بالنسبة لك في عام 2023؟ أترك لك المايك رأى. شوفي أنا بأمانة يا مها، للأسف يعني خليني أقول على الأحداث اللي صارت في عام 2023 للأسف ما كانت يعني كثير إيجابية، فأكيد في جانب إيجابي، لكن ربما الأشياء اللي صارت وكانت شوي سلبية، أقول ما زال في دول بتعاني من حروب، من صراع. نتكلم عن مثلا مشكلة السودان، وكيف يعني شفنا أنه يعني كان الحدث مرة مؤسف. نتكلم عن الزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا. نتكلم، أنا هنا بتكلم على المستوى الإنساني تحديدا، أتكلم عن مستوى الأمن الصحي أو حتى الغذائي. يمكن هذه من أكثر الأشياء اللي كنت أقول يا رب، يعني أتذكر يعني بداية 23 كنت أقول يا رب هذه السنة تكون سنة سلام، لكن للأسف الأحداث اللي كانت بتصير، سواء كانت هذه أحداث طبيعية ربانية أو حتى كانت في كثير من المشاكل اللي بتصير بسبب الحروب والصراعات وهذه الأشياء، للأسف أنا بشوف إنه ما زال في مستوى عالي من يعني للأسف العنف، خليني أقول. أما على الصعيد الشخصي فإن شاء الله حلو. الإيجابي يا رؤى، الإيجابي تكفين، ترى لسه إحنا يوم الاثنين. ما أنا متفرنة 24 يا مها. شوفي على مستوى الشخصي أقول يا ربي لك الحمد، يعني حياتي كانت متذبذبة ولكن تميل إلى الاستقرار أكثر بأمانة. فكانت 23 علي أنا شخصياً جميلة، أتمنى أن تكون على العالم أجمع بصراحة فيها المزيد من الاستقرار من الأمن. أنا أتكلم على مستوى الأمن الإنساني اللي كثير يعني للأسف يحس في خاطرك أنه في ناس ساكنين في أماكن معينة على هذه الأرض، للأسف ممكن يكون عندهم جوع، يكون عندهم صحة متدنية، يكون عندهم تعليم ما هو مناسب، وحتى ما يكون عندهم تعليم. إحنا نتكلم على أجيال راح تعاني، يعني نتكلم مثلا نعرف في أرقام كثير إحصائيات عن الأطفال اللي يكونوا متضررين من الحروب، من الزلازل، من الأشياء الكوارث الطبيعية اللي بتصير، لكن بإذن واحد أحد أنه 24 تكون سنة خير وسلام وأمن على الجميع. شوفي أنا ما أحب أكون يعني مثالية بزيادة وأتكلم بإيجابية بزيادة رؤى، لكن هذا الشيء ترى وارد، وهذا الشيء اللي أنت قاعد تكلمين عنه، الكوارث، الحروب، المجاعات، الفقر، هذه الأمور أكيد إحنا كبشر توجعنا، أكيد إحنا كبشر ما نغفل عنها ونسوي اللي إحنا نقدر عليه على المستوى الفردي وحتى على مستوى الحكومات، يمكن هذا قاعدين نشوفه. طيب لكن لازم إنه إحنا نتقبل الواقع، لازم نتقبل الواقع من ناحية مو نسكت عنه، نتقبل من ناحية أنه منذ الأزل رؤى، منذ الأزل، من عصر الجاهلية، من حتى أيام الديناصورات، أنا أتوقع كان في الناس اللي عايشة كويس والناس اللي نص نص والناس اللي تعاني، أو المجتمعات خلنا نسميها، أو القارات أو الأماكن أو المناطق، هذا شيء لابد منه يعني عشان يصير أصلاً التوازن. أنا مو قاعدة أشجع على هذا الشيء أكيد، ولكن هو إحنا هو هذا شيء، هذه طبيعة الحياة، هذه طبيعة الحياة، يوم لك ويوم عليك، ويوم أنت كويس ويوم أنت، يوم أنت بصحة وعافية، يوم أنت مريض، يوم أنت عندك خير ويوم أنت يعني تعاني في هذا الموضوع. فأنا أحس عشان بس إحنا نعيش بسلام مع أنفسنا ونكون يعني متقبلين الموضوع ونسوي اللي نقدر عليه، سواء ماديا، معنويا، أيا كان، نفسيا، اللي نقدر عليه، إعلاميا، اللي نقدر عليه راح نسوي، ولكن لازم نرضى بالواقع، هذا الواقع.